أخبار ثامنة مساء تأتيكم من الفضائيات المصرية والنيل الأخبار، فأهلا بكم. أهلا بك أشرف، أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ نشرتنا بالعناوين. الرئيس السيسي يستقبل وفدا روسيا رفيع المستوى، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء محور المناقشات. تخفيفا عن المواطنين، توجيهات رئاسية بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه سنويا. وخلال اجتماع خماسي بشرم الشيخ، تعهد فلسطيني إسرائيلي بتحقيق التهدئة ووقف الإجراءات الأحادية لستة أشهر والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. لأول مرة مصر تحقق فائضا بالميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه استرليني خلال العام الماضي. الأخبار بالتفصيل. وجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، وتخفيفا لآثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، وجه الرئيس الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه. نعم. وفي شأن آخر، استقبل الرئيس وفدا روسيا رفيع المستوى يضم الممثل الخاص للرئيس الروسي، حيث بحث الرئيس السيسي العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث أيضا تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في عدد من المجالات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا روسيا رفيع المستوى ضم كل من السيد دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسي، والسيد ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي، بالإضافة إلى نائب وزير التجارة والصناعة الروسي ونائب رئيس البنك المركزي الروسي وسفير روسيا بالقاهرة. كما حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوثيقة والصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والروسي. وفي ذلك الإطار، تناول اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وهو الإطار الذي يوفر آليات ثنائية مختلفة للتعاون، بما في ذلك اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي تنعقد دورتها 14 حالياً بالقاهرة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وروسيا. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات، لا سيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي ستمهد الطريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في مناطق جغرافية مختلفة، فضلا عن مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة في هذا الصدد. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024، حيث عرض السيد وزير المالية في هذا الصدد
أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلي بنحو 6.37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31%، لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه. وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30.5%، لتصل إلى حوالي 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه. كما أوضح السيد وزير المالية أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف زيادة وتحفيز الصادرات وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية. ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته، وفي سياق جهود الدولة لتخفيف أثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين. وجه السيد الرئيس الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه. هذا ووجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بدراسة السيناريوهات المقترحة لاتخاذ قرارات تسهم في تحسين التعامل مع أرقام التضخم. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، حيث استعرض الاجتماع سبل زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي وتسريع وتيرة برنامج الطروحات، وكذا الجهود التي يقوم بها القطاع المصرفي لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتدبير احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية. كما تطرق الاجتماع إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية وتطورات إتاحة غرفة البيانات الخاصة بشركتي صافي ووطنية من خلال مستشار الطرح والعروض المختلفة التي أبدت رغبتها في هذا الطرح. وافق مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وافق المجلس أيضا على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالعمد والمشايخ. في إطار حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، جاءت موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذا صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. التعجيل بصرف العلاوات التي أقرتها الدولة تطلب تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون التعليم وقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. المجلس وافق على مجموع مواد مشروع القانون وأرجى أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة لاحقة. كذلك وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 78 في شأن العمد والمشايخ،
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشؤون التأديبية للعمد والمشايخ، وذلك لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة وتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني. المجلس وافق كذلك على مجموع مواد مشروع هذا القانون، وأرجى أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة لاحقة. استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للجنيه، جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي يعمل على التخفيف من حدة الأزمة العالمية التي يعاني ويلاتها العديد من دول العالم. من مجلس النواب، محمود إسماعيل، التلفزيون المصري. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 34 لاسترداد طابة ورفع العلم المصري فوق آخر قطعة من الأراضي المحررة في 19 من مارس من عام 89، ألقى المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس، أكد فيها أن ذكرى تحرير طابة هي منبع لا ينضب، تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء. وخلال كلمته هنأ رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة البواسل بهذه المناسبة. الإخوة الأعزاء أعضاء المجلس الموقر، اليوم تحتفل مصر بذكرى استرداد طابة ورفع العلم المصري فوق آخر قطعة من أراضينا المحررة في 19 من مارس 1989، تلك الذكرى المجيدة التي صنعتها ملحمة عسكرية عظيمة سجلتها قواتنا المسلحة يوم 6 أكتوبر سنة 1973، ثم ملحمة أخرى سياسية ودبلوماسية وقانونية فريدة شارك فيها عدد كبير من رجالات مصر العظماء في مجالات عدة لإعادة تلك البقعة الغالية إلى أرض الوطن، مؤكدين أن مصر لا يمكن أن تتنازل عن حبة رمل من أراضيها. إن ذكرى تحرير طابة منبع لا ينضب، تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء. من جانبه، بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 34 لعودة طابة، وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن هذه الذكرى الوطنية المجيدة خلدت بسالة قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر والتي مهدت لسلام الأبطال المنتصرين وساعدت في مفاوضات استرداد طابة كآخر شبر من أرض مصر العظيمة. كما هنأ عبد الرازق قادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري بهذه المناسبة. هذا وتحل اليوم الذكرى 34 لتحرير طابة، ففي مثل هذا اليوم استردت الدولة آخر شبر من أراضيها في سيناء، وانسحب آخر جندي إسرائيلي محتل منها، وذلك بعد الانتصار العسكري الذي تحقق في حرب 6 أكتوبر عام 73، وما تبعه من انتصار من نوع آخر هو انتصار دبلوماسي مشرف في معركة التحكيم الدولية عام 88. كل عام وأنتم بخير، ومصرنا الحبيبة في أمن وعزة وكرامة. بعد معركة دبلوماسية وقانونية ومفاوضات استمرت نحو عقد من الزمان منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في عام 1979، استعادت مصر طابة
وارتفع علمها مرفرفا على آخر نقطة حدودية لمصر على أرض سيناء. فعقب انتصار مصر في حرب 1973 بدأت مباحثات السلام بين مصر وإسرائيل إلى أن وقعت معاهدة كامب ديفيد في عام 1979 التي تطالب إسرائيل بالخروج من كل سيناء. وفي 25 من شهر أبريل عام 1982 تم جلاء الاحتلال الإسرائيلي من سيناء ما عدا طابة، وبدأت المماطلة في الخروج منها، بل وحاولت إسرائيل التلاعب بالعلامات الحدودية لا سيما العلامة 91. وتمسكت مصر باللجوء إلى التحكيم الدولي الذي رفضته إسرائيل في البداية، ثم وافقت عليه في عام 1986. ونجح الوفد المصري في إثبات حق مصر في أرضها وتقديم الخرائط والصور والدلائل التي تدحض المزاعم الإسرائيلية ليصدر حكم هيئة التحكيم الدولية خلال جلستها المنعقدة في جنيف في عام 1988 بأن طابة أرض مصرية. وفي 19 من شهر مارس عام 1989 أعيدت السيادة المصرية على طابة، ورفع علم مصر عليها، وأصبح يوما يحتفل به المصريون كل عام مؤكدين عقيدة مصر التي لا تفرط أبدا في حبة رمل من أرضها. إيمان التوني، التلفزيون المصري. واحنا حنصون بعيننا تلبية لدعوة مصر، التقى مسؤولون أمنيون وسياسيون مصريون وفلسطينيون وإسرائيليون وأردنيون، إضافة إلى مسؤولين أمريكيين بارزين في مدينة شرم الشيخ، وذلك استكمالا للتفاهم الذي تم التوصل إليه في العقبة بالأردن في 26 من فبراير الماضي. وتناولت الأطراف الخمسة سبل وأساليب التخفيف من حدة التوتر على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتمهيد الطريق أمام التوصل إلى تسوية سلمية بين الجانبين. وسعيا لتحقيق ذلك وبدء التنفيذ، تم الاتفاق على الآتي. We'll be right back.
ومتواصلون معكم من الفضائية المصرية ونتابع بعد قليل. المحكمة الدستورية الكويتية تبطل الانتخابات التشريعية الأخيرة وتعيد البرلمان الذي تم حله لاستكمال مدته. وبوتين يلوح بامتلاكه أسلحة لم تدخل غمار العملية العسكرية بعد، ويتهم الغرب بعرقلة الحلول السلمية للأزمة الأوكرانية. أهلا بكم من جديد. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، يتوجه مساء اليوم إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن للمشاركة في اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ، والذي يعقد يومي غد وبعد غد، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين دنماركيين. وصرح سفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بأن الاجتماع الذي تستضيفه الدنمارك يعقد برئاسة مصرية إماراتية مشتركة، وذلك تحت عنوان قيادة العمل المناخي التنفيذ والتقدم المحرز. ويتضمن الاجتماع جلسات حول موضوعات عمل المناخ ذات الأولوية مثل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية وتمويل المناخ. هذا ومن المقرر أن يلتقي الوزير شكري مع ولي عهد الدنمارك، كما سيجري لقاءات مع وزير الخارجية الدنماركي وعدد من المسؤولين لبحث مختلف ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة جذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى مصر. أعلنت الرئاسة الإيرانية ترحيب الرئيس إبراهيم رئيسي بدعوة تلقاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض بهدف ترسيخ التقارب بين البلدين. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران اقترحت على السعودية 3 أماكن لاستضافة لقاء على مستوى وزيري خارجية البلدين، مشيرا إلى أنه بناء على أحدث الرسائل المتبادلة مع الرياض فإن طهران أعلنت أيضا استعدادها لإعادة فتح السفارتين. وكانت إيران والسعودية قد أعلنتا في 10 مارس الجاري استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين في غضون 2 شهر بعد قطيعة استمرت سنوات. وقع العراق وإيران اتفاقا لأمن الحدود في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن المنطقة الحدودية مع إقليم كردستان العراق. وأوضح بيان لمجلس الوزراء العراقي أن الاتفاق الأمني المشترك يتضمن التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدة. وبموجب الاتفاق يتعهد العراق بعدم السماح للجماعات المسلحة باستخدام أراضيه في إقليم كردستان العراق لشن أي هجمات عبر الحدود على جارته إيران. قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عقب مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد في أبوظبي إنه أجرى مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات وتعزيز التنسيق والتعاون في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا وفي المنطقة. وأكد الشيخ محمد بن زايد ثقته في قدرة سوريا وهمة أهلها على تجاوز هذه المحنة والتحدي والانتقال بسوريا إلى مرحلة جديدة، معربا عن تعازيه إلى الرئيس السوري وشعبه في ضحايا الزلزال الذي شهدته سوريا مؤخرا. وكان الأسد قد وصل إلى أبوظبي في زيارة رسمية لم يعلن عنها من قبل، وتعد هي الثانية للأسد إلى دولة عربية منذ 2011 بعدما زار سلطنة عمان الشهر الماضي وسط جهود لإعادة علاقات دمشق مع دول المنطقة. قضت المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق الذي تم حله في يونيو الماضي. ويعني الحكم عودة مجلس الأمة الكويتي برئاسة مرزوق الغانم لاستكمال المدة القانونية المتبقية له، وهي 21 شهرا قبل الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة. وأفادت الدستورية في حيثيات قرارها ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022 نتيجة لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020، كما قررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر الماضي.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده اعتمدت على حقيقة أن الوضع مع أوكرانيا يمكن حله سلميا ولن تسعى أبدا إلى المواجهة، متهما من وصفهم بالشركاء الغربيين برفض الحل السلمي في دونباس. كما شدد بوتين على أن النظام المالي لبلاده لم ينهار رغم القيود التي تفرضها الدول غير الصديقة. وخلال تصريحات له اليوم أكد الرئيس الروسي أن موسكو تمتلك أسلحة تفوق سرعة الصوت لكنها لا تستخدمها في الوقت الراهن، وأوضح أن روسيا لم تكن قلقة أبدا من أي مواجهة قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا خلال نوفمبر من العام الماضي. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قام بزيارة غير معلنة لمدينة ماريوبول شرق أوكرانيا لتكون بذلك أول زيارة له منذ سيطرة الجيش الروسي عليها عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما أعلن الكرملين عقد بوتين اجتماعا في مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة بمقاطعة روستوف جنوبية روسيا. وأضاف الكرملين أن بوتين استمع خلال الاجتماع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف وعدد من القادة العسكريين بشأن العملية العسكرية. قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع إنهم يأسفون لتقاعس مجلس الأمن الدولي إزاء تجارب كوريا الشمالية الصاروخية، مؤكدين أن هذه الصواريخ تقوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين. يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، حيث حلق لمسافة 800 كيلومتر وارتفاع وصل إلى 50 مترا قبل أن يصيب هدفا. وعقب عملية الإطلاق قالت سيول إن واشنطن أرسلت قاذفة قنابل استراتيجية من طراز BB-1 لتشارك في تدريبات عسكرية جوية لتعزيز الردع الموسع وفقا للبلدين. عودة محليا وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، نظم حزب مستقبل وطن قوافل غذائية في عدد من المحافظات بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك بالتزامن مع مبادرة التحالف الأهلي للعمل التنموي كتف في كتف. تنفيذا لتوجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتزامن مع مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كتف في كتف، نظم حزب مستقبل وطن قوافل غذائية في عدد من المحافظات بمناسبة شهر رمضان الكريم. من الحاجات الجميلة جدا إدخال السرور والبهجة على الناس، أي ناس، ادخال السرور والبهجه على الناس. واتصور باللي احنا بنعمله ده بوجودكم بصرف النظر انت بتقدم ايه، لكن كفايه انك انت بتخبط على بيته تقول له انا شايفك وانا معاك وانا حاسس بيك وبحاول اخفف عنك. شكرا للرئيس السيسي وكل سنة وهو طيب. شكرا للرئيس السيسي كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيب وأقول 100 سنة يا رب وخليك لي. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيب يا رئيس.
المرض ويجعلكم حسناتكم على طول ويديكم صحتكم ويجعلكم كده في كل سنة وكل شوية فاكرين الغلابة. كل سنة وانتم طيبين ويجعلكم الزيادة ويخليكم الغلابة ويخلينا الرئيس وربنا يستر عليكم. ربنا يخلينا يا رب سيادة الرئيس ومبادرة كتف كلنا مع بعضينا وإيد واحدة وربنا يصلح له حاله يا رب ويوسعها عليه ويرزقنا معاه يا رب ويوسعها علينا جميعا يا رب. احنا بنشكر الرئيس والاسماعيليه كلها بتحبك يا رئيس. احنا بنشكر الرئيس وبنحبه والاسماعيليه كلها بتحبه. الله يخلينا السيسي يا رب وينصر على مين يا عديل. أيها السادة، وللمزيد حول مشاركة حزب مستقبل وطن في مبادرة كتف في كتف ينضم إلينا عبر الهاتف النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن. أستاذ حسام، بعد التحية اطلعنا على أبرز نشاطات الحزب في إطار المساهمة في التخفيف عن المواطنين وبالطبع من بينها مبادرة كتف في كتف. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. الحقيقة يعني مبادرة كتف في كتف الاسم بتاعها بيوضح هي إيه، بيوضح ان احنا كلنا جنب بعض كلنا مع بعض. مبادرة السيد الرئيس لما كان بيتكلم مع الجامعات الاهلية ان هم يتحدوا ويعملوا عمل كبير، ودخل معاها دخل معاهم الاحزاب، احنا بنشترك ان احنا بنساعد في هذا العمل. يعني ببساطة الظروف العالمية صعبة جدا، الاقتصادية والمصرية طبعا، كل العالم تعبان، ولكن عندنا في مشاكل حاليا موجودة، وبالتالي لازم كلنا يبقى كتف كتف. نعمل ايه؟ كل المؤسسات الجامعات الاهلية مع الاحزاب مع مستقبل وطن بنحاول نوصل حوالي 25 مليون مواطن مواد غذائية في هذا الشهر الكريم، وده ما بيطلعش غير في بلد زي مصر، بلد خير واهل خير. وبالتالي احنا في شهر كريم الحاجه بتوصل للبيوت. حزب جايز عندنا الحمد لله متعود على مناسبات كتير كده تنظيميا، فكل الحاجات اللي بتطلع من عندنا، انا بتكلم حتى العربيات وكده، بتطلع من امانات المحافظات، ما بتطلعش من القاهره وتروح اسيوط عشان يوزعوها او العكس. لا، كل محافظة كل أمانة محافظة مطلعة كل الاحتياجات بتاعتها، واحنا بنتكلم على كل محافظة بمعنى كل محافظة. هل في أنشطة أخرى سيادة النائب بتقوموا بيها للتخفيف عن المواطنين؟ الحقيقة احنا يعني احنا متعودين ان احنا في هذه المرتبات على طول في رمضان. طبعا رمضان الدنيا بتكتر يعني، انما في غير رمضان دايما الانشطة حتى الاجتماعية حتى الاسواق اللي بنبقى فاتحينها تخفيف على المواطنين، حتى مع الشباب في الرياضة في مباريات على مستوى كبير، حتى للطلبة بنعمل مسابقات تعليمية قوية جدا وجوائزها قوية جدا عشان نحفز الطلبة المتفوقين ان هم ينافسوا بعض ويذاكروا اكتر ويتعلموا اكتر. انا رأيي ان دايما الحزب الوضع الطبيعي لانه شريحة من المجتمع في نعم. جنب المجتمع. نعم، بشكرك شكرا جزيلا النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن.
وفي إطار المبادرة الرئاسية كلنا واحد، تواصلت فعاليات مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى توزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل في المناطق الأكثر احتياجا. في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية الذي يهدف في أحد محاوره لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، تواصل الوزارة فعاليات مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة، والتي تأتي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، وتهدف إلى توزيع عبوات غذائية على المواطنين الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. بمناسبة شهر رمضان، كل سنة وانت طيب، لو احتجت أي حاجة احنا معاك على طول. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين. كل سنة وانت طيب. ربنا يعطيك كل يوم بخير يا رب. احتجت أي حاجة احنا دايما معاك. تسلم، الله يخليك. اتفضل. بطولك عمره يا رب. ربنا يخليك، ربنا يخليك. احب اشكره واقول لك كل سنه وانت طيب يا ريس، ربنا يخليك لينا يا رب. هو ده يبقى الشعب المصري للي ما يعرفهوش. شهدت المبادره توجه مأموري اقسام ومراكز الشرطه بمديريات الامن الى القرى والنجوع والاماكن الاكثر احتياجا بنطاق كل مديريه لتوزيع السلع الغذائيه ذات الجوده العاليه والتي اعدتها منظومه امان للمنتجات الغذائيه على المواطنين قاطني تلك المناطق الذين أشادوا بهذه المبادرة، وبالدعم المتواصل لهم من قبل وزارة الداخلية. دايما مصر تمد الايد وعمر يا مصر عمار. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى أسرتكم كلها. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يخلوا لنا يا رب. ربنا يبارك فيك. حضرتك محتاجة أي حاجة؟ ربنا يبارك فيك. والله أنا بشكر الرئيس إنه واقف معانا، وربنا يكرمه ويزيده من نعيم الله. كل عمر الشعب ده إيد واحدة والفي ربط واليوم الدين. متشكرين قوي إن هم فاكريننا، وبنشكر الرئيس. شعب أصل معدن وتاريخ، طبعا هم المصريين. محتاجة أي حاجة؟ ربنا يخليك يا رب. المبادرة تأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك كأحد الإسهامات الاجتماعية الفاعلة من وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناسبة وتلبية جزء من احتياجاتهم. كل سنة وانت طيب يا سيسي، خليك وطول عمرك وبارك فيك ويجعلك كل خط سلام. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار. يسلم السيسي. شعب مقدر قيمة بلده وشايل لها 100,000. شكرا على المجهود اللي بيعمله عشاننا، والله الحمد لله ربنا موجود، وهو كل سنه وهو طيب ويقعد عليه الايام بخير يا رب. شعب اصيل معدن وتاريخ، طبعا هم المصريين. كل سنه وانتم طيبين ورئيسنا بخير، ونقول له كل سنه وانت طيب وتحيا مصر. اي امر مننا حاجه؟ لا الامر والله واحد. تحت امرك يا حاج، تحت امرك. ربنا يستر معاك يا رب. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية تأتي هذه المبادرات الإنسانية المتنوعة التي تطلقها الوزارة لدعم المجتمع المصري بخاصة أفراده الأكثر احتياجا لتخفيف الأعباء عنهم. طبعا هم المصريين. كل سنة وانتم طيب. كل سنة طيبين، وربنا يخلينا سيادة الرئيس. كل سنة وانت طيب يا ريس. كل سنة وانت طيب ونعاد عليك بخير.
من منطلق دورها الاجتماعي والإنساني تواصل وزارة الداخلية إسهاماتها الفاعلة للتخفيف عن كاهل المواطنين في كل ربع الوطن من خلال مبادرة كلنا واحد وتوزيع بوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. نجح فريق عمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار في الكشف لأول مرة عن منظر للزودياك بسقف صالة الأعمدة من الناحية الجنوبية بمعبد إسنا بالأقصر، وذلك أثناء أعمال مشروع تسجيل وتوثيق وترميم المعبد وإظهار ألوانه الأصلية والذي تقوم به البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين مركز تسجيل الآثار المصرية وجامعة توبنجن. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار دكتور مصطفى وزيري إن هذه المناظر لم تكن موجودة في النشر العلمي السابق والوحيد للمعبد، الأمر الذي يضيف أهمية جديدة لهذا المعبد ونقوشه المتفردة، مشيرا إلى أن هذا الكشف سيسهم بشكل كبير في زيادة تدفق أعداد الزائرين من المصريين والسائحين وتشجيعهم على زيارة المعبد ليتمتعوا برؤية هذه المناظر الفلكية الفريدة. ونتابع بعد الفاصل أخبار المال والأعمال مع محمد سليمان. أهلا بكم. قفزت صادرات مصر إلى المملكة المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، وهو العام الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز التنفيذ، حيث زادت صادرات بنسبة 83% لتصل إلى 1.69 مليار جنيه استرليني، لتحقق مصر فائضا في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه استرليني. جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه جهاز التمثيل التجاري المصري من المكتب التجاري والاقتصادي المصري في لندن حول تطور التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال عام 2022. وشهدت الصادرات المصرية غير البترولية للمملكة المتحدة زيادة كبيرة وصلت إلى 55% لتحقق نحو 1.40 مليار جنيه استرليني. أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القُصّر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدما منها على سبيل التبرع. وأوضح البنك المركزي أن ذلك الإجراء يأتي في إطار جهود مستمرة لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة لتعزيز الشمول المالي للمجتمع. وأكد البنك قيامه بشكل مستمر بالعمل على إزالة كافة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها. تبين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع وسط اتجاه بيعي للمؤسسات والصناديق الاستثمار الأجنبية، قابله اتجاه شرائي للمؤسسات المحلية والعربية والأفراد على اختلاف جنسياتهم. وهبط المؤشر الرئيسي بنحو 2% مغلقا دون مستوى 14682 نقطة، في حين ارتفع المؤشران الثانويان EGX 70 وEGX 100 بنسب تراوحت حول 1%. بهدف دفع عجلة التنمية في منطقة الشرق الأوسط وتحفيز التطور الاقتصادي، انطلقت بالقاهرة فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر الإقليمي لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص بالشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحظى مشروعات الشراكة بها بين القطاعين العام والخاص بدعم من المؤسسات الدولية نظرا لما اتخذته من إجراءات تحفيزية في هذا المجال. وانطلاقا من ذلك، فقد وقع الاختيار على القاهرة لاستضافة الملتقى الإقليمي الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص. يعني لازم تكون رؤية في تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي بقول أي حاجة يكون فيها لها ربح يوم ما تطرحيها هتجد القطاع الخاص يشارك فيها، وبالتالي يجب يكون المبدأ بتاعنا إن لابد أن نبقى سعداء عندما يحقق القطاع الخاص ربح، ومن ثم التنمية تكتر ومن ثم الدولة تتقدم. مصر هي من الدول العربية المتقدمة في هذا المجال،
عندها المقومات اللي هي بحاجة لها من الجهة الحكومية للقيام بعمليات الشراكة. أولا عندها وحدة شراكة بوزارة المالية عندها كتير خبرة بهذا الموضوع. ثانيا في اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص اللي هي بيشتركوا فيها 9 وزارات مع رئيس الحكومة. ولأول مرة يتم إطلاق منصة الاتحاد العربي للمشاركة بين القطاع العام والخاص لتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال. دي هتبقى منصة مهمة جدا للتواصل وتبادل الخبرات، وهنتحدث عن بناء القدرات والأكاديميات اللي هتطلق بعد كده لتعليم الخريجين مبادئ وآليات المشاركة مع القطاع الخاص، ودي هتحتاجها الحكومات العربية كلها. 28 تحالف عالمي يتنافسون على محطات تحلية المياه في المرحلة الأولى، و16 تحالف تأهل للمرحلة الثانية لمشروعات مدارس اللغات. هذا بالإضافة إلى العديد من المشروعات التي سيتم طرحها في قطاعات الصحة والكهرباء والمناطق الصناعية. في فرص كبيرة جدا للقطاع الخاص، وفي شركات عندها باع كبير جدا سواء في قطاع الطاقة المتجددة أو في قطاع تحلية المياه، إنها تقدر تنقل خبراتها وتقدر إنها تشيل عن كاهل الدولة. يمكن دايما الميزة اللي احنا بنتكلم فيها إن لما القطاع الخاص بيتصدر حاجة زي كده، فأنا بقلل من على الدولة إنها تتجه إنها تاخد قروض، فيبقى في ناحية التمويل تبقى عبء على الدولة. إذن فالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية وفي مقدمتها الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة نجحت في جذب أكبر عدد من المستثمرين، وكانت محل إشادة من المشاركين في المؤتمر الإقليمي للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دورته الثالثة. لمياء موافي، التلفزيون المصري. وبعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع رانيا محمود. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم والنشرة الجوية. حيث يسود غدا طقس مائل للبرودة إلى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ أيضا على جنوب الصعيد وبارد ليلا على كافة الأنحاء، وطمشة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة. أما عن التوقعات للأيام الثلاثة القادمة فتشير إلى عدم وجود أي تغيرات جوهرية في حالة الطقس. ونتعرف الآن على درجات الحرارة ونبدأها من مدينة القاهرة. في القاهرة الاثنين 14-20، الثلاثاء 15-16، العظمى 25. أما في مدينة شرم الشيخ غدا الاثنين 16-23، وفي يوم الثلاثاء 16-24، وفي يوم الأربعاء 15-24. أما في مدينة الأقصر غدا الاثنين 12-24، وفي يوم الثلاثاء 14-26، وفي يوم الأربعاء 16-28. أما عن درجات الحرارة المتوقعة في بقية مدن ومحافظات مصر فنبدأها من مدينة القاهرة مرة أخرى. في القاهرة 14-20، الإسكندرية 12-19، دمياط 13-19، وفي بورسعيد 13-20. في العريش 12-20، رفح 11-19، الإسماعيلية 12-21، وكذلك في السويس الصغرى 12 والعظمى 21. في مطروح 10-18، وادي النطرون 13-20، المنصورة 14-20، وكذلك في طنطا 14-20. في دمنهور 14-19، سانت كاترين 5-15، الغردقة 15-23، وفي شرم الشيخ 16-23. في الفيوم 12-21، المنيا 9-22، أسيوط 10-22، وفي سوهاج 12-23. في قنا 12-24، وكذلك في الأقصر 12-24، وفي الوادي الجديد 9-24، وفي أسوان 14-25. في حلايب 18-23، شلاتين 17-27، أبو رماد 17-25، وأخيرا في رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 23. وصلنا إلى نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
الرئيس السيسي يستقبل وفدا روسيا رفيع المستوى، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء محور المناقشات. تخفيفا عن المواطنين، توجيهات رئاسية بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه سنويا. وخلال اجتماع خماسي بشرم الشيخ، تعهد فلسطيني إسرائيلي بتحقيق التهدئة ووقف الإجراءات الأحادية لستة أشهر والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين. يمكنكم أيضا متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر الموقع الإلكتروني مسبيرو.جي. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.